إذن قطاع الرعاية الصحية في السعودية واحد من أهم القطاعات التي تستهدفها الشركات سواء للعمل فيه والاستثمار أو كذلك أيضا لإدراج الشركات في السوق السعودية نتيجة الإنفاق الموسع الذي تنفقه المملكة على هذا القطاع. نلقي نظرة على تفاصيل هذا القطاع. بداية يحتل القطاع المركز الثالث في الإنفاق في الموازنة السعودية لعام 2024 214 مليار ريال هي النفقات المقدرة لهذا القطاع. وهناك الكثير من المستهدفات أهمها برنامج تحول القطاع الصحي الذي يتضمن أو الذي يندرج تحت رؤية المملكة 2030 ومن أهم مستهدفاته في عام 2025 زيادة نسبة التجمعات السكانية المغطاة بالخدمات الصحية بنسبة 88%. هذا الأمر يدفع الكثير من الشركات وحتى الاتجاهات الحكومية لتوسيع الإنفاق وتوسيع التعامل مع القطاع الصحي وشركات الرعاية الصحية. هذا ينعكس على أداء سوق الأسهم في السعودية لأنه مثلا عدد الشركات المدرجة في السوق وصلت إلى 8 شركات في قطاع الرعاية الصحية في هذه الأثناء. أرباح هذه الشركات آخذة في النمو خلال العام الماضي إذ ارتفعت الأرباح بأكثر من 28% لتصل إلى 4 مليارات ريال وذلك بنهاية الربع الأول من أو بنهاية عام 2023. أما على مستوى أداء الأسهم وأداء مؤشر قطاع الرعاية الصحية خلال العام الجاري في الربع الأول هناك نمو بأكثر من 12% في الربع الأول لأسهم شركات الرعاية الصحية ومؤشر الرعاية الصحية. الكثير أيضا من الشركات التي تعمل في القطاع الصحي بدأت تدرج في الأسواق أو في السوق السعودي خلال السنوات الثلاث الأخيرة. كان من أواخرها جمجوم فارما كانت من ضمن الشركات التي تم إدراجها في يونيو من العام الماضي وصلت قيمتها السوقية إلى 9 مليارات و200 مليون ريال. في المقابل النهدي إدراجها كان في مارس من عام 2022 قيمتها السوقية الحالية أكثر من 18 مليار ريال وكذلك شركة الدواء أيضا إدراجها كان في مارس 2022 بقيمة سوقية تقترب من 8 مليارات ريال. ويترقب السوق السعودي إدراجا جديدا لمجموعة فقيه في السعودية سوف تطرح 21.5% ونمت أرباحها ب 15% لتسجل 414 مليون ريال. إذن قطاع الرعاية الصحية في السعودية واحد من أهم القطاعات التي يتم الإنفاق عليها. الشركات كذلك تعمل وتستثمر وتتجه للإدراج في السوق السعودي.